السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم العدل، وأنت أكيد عارف إنك بتتفرج دلوقتي على برنامج الإفن بيك لاب للعاملين بالأغذية والمشروبات. النهاردة دي الحلقة التانية من سلسلة حلقات السوبر فيجن اللي عملناها مخصوص عشان نتكلم فيها عن العمود الفقري للتشغيل أو المشرف السوبر فيجن. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الشخصية دي، شخصية المشرف أو شخصية السوبر فايزر، لازم نكون عارفين إيه هي اتجاهات الشخصية دي. اتجاهاتها بمعنى إيه الإطار اللي هو بيتعامل فيه، بيتعامل إزاي أو بيتعامل مع مين. أول اتجاه هنتكلم فيه من الاتجاهات بتاعة الشخصية دي هو اتجاهه مع نفسه، مع ذاته. يعني إيه اتجاهه مع نفسه أو مع ذاته؟ هي مجموعة المهارات والمعارف والمعلومات او النولج اللي المفروض يكون عنده هو شخصيا علشان يقدر يلعب دور السوبر فايزر او يلعب دور المشرف. هو من غير مجموعه المهارات دي هيبقى سوبر فايزر فاعل مش فعال. يعني ايه فاعل مش فعال؟ يعني هيبقى مشرف عمال يلف حوالين نفسه طول النهار، من اول ما بيصحى من النوم ولحد ما بينام مش فاضي، الدنيا متكعبله معاه، عرقان، منين ما تروح في اي حته تلاقيه بيعمل كل حاجه بنفسه، بيعمل كل حاجه في ايده، واخر اليوم مفيش نتيجه. اخر اليوم هو عمل ايه؟ ما عادش حاجه. ده لانه مش منظم نفسه. اما السوبرفايزر الفعال، السوبرفايزر اللي هو ممكن تحسه انه ما بيشتغلش، تحسه انه ما بيعملش حاجه، راجل برنس، بس اخر اليوم تلاقيه محقق 3-4 نتائج في اليوم دوت هايلين ما حصلوش. إذن يبقى الفاعل اللي هو بيعمل حاجات كتير قوي طول اليوم لكن في النهايه مفيش نتيجه. لكن السوبرفايزر الفعال اللي منظم نفسه صح وعارف هو ماشي ازاي وبيعمل ايه وحاطط لنفسه هدف وبيجي اخر اليوم يراجع حساباته ويلاقي نفسه محقق الهدف اللي حاطه لليوم ده، هو ده الفرق بين السوبرفايزر الفاعل والسوبرفايزر الفعال. طيب ايه هي مجموعة المهارات والمعارف اللي المفروض نكون عارفينها كسوبرفايزرات؟ المعارف او المعرفة والمعلومات او النولج اللي المفروض يكون عند السوبرفايزر هو بيكتسبه من سنين خبرته. المعلومات اللي اكتسبها في المجال بتاعه او اللي اكتسبها في شغله. ايه هي المهارات؟ المهارات بتتقسم لحاجتين اتنين، في مهارات فنية وفي مهارات تقنية اللي احنا بنقول عليها السوفت سكيلز والهارد سكيلز. هي مجموعة مهارات هو بيكتسبها علشان خاطر يقدر يطبقها فيكون سوبرفايزر فعال مش فاعل. طيب المهارات التقنية او الهارد سكيلز، ودي الحاجات اللي هو بيعملها بايده، يعني على سبيل المثال مثلا بيفرش ترابيزة او بيرفع تري او الحاجات اللي هي التقنيه اللي بتتعمل بايدينا طول النهار. اما السوفت سكيلز فدي الحاجات الاكاديميه اللي هو بيتعلمها بالورقه والقلم او من على الانترنت او ما الى ذلك، الحاجات اللي بيكتسبها معلومه بتخش دماغه علشان خاطر يقدر يطبقها فيما بعد. ومجموعه المهارات دي هي اللي مستهدفه سواء كانت سوفت سكيلز او هارد سكيلز، هي المستهدفه في الحلقات بتاعتنا، هي اللي احنا هنتكلم عليها، هي اللي احنا عايزين نكتسبها علشان نكون سوبرفايزرات فعالين. طبعا مجموعة المهارات دي هي كتير مش شوية، فلذلك انا هعمل بيهم لستة وهعرضها عليكم ممكن في الحلقة اللي جاية، بحيث انك ما تستننيش انا اللي اقولك عليها، انت خلاص عرفتها وبقت معلومة عندك، تقدر ان انت تجدول نفسك بعد كده ان انت تتعلمها لوحدك مش تستنى حد يعلمها لك. سواء انا كملت او ما كملتش، عشت او مت، انت النهارده عارف ان انت عشان تبقى سوبر فايزر لازم تبقى عارف المجموعه دي من المهارات، فبالتالي تقدر تعلمها لنفسك. وزي ما انا دايما بقول، ما تستناش حد يركبك الموجه، اركب لوحدك. طيب ده كان الاتجاه الاول، وهو اتجاه المشرف مع نفسه والحاجات اللي المفروض يشتغل عليها علشان يطور ذاته ويطور نفسه. طيب هي الحاجات دي هتفيده فيما بعد؟ اكيد طبعا هتفيده كمان في المرحلة اللي جاية وفي الاتجاه التاني، اتجاه الادارة، والاتجاه التالت اتجاه القيادة، لان هو دلوقتي رايح يلعب الادوار دي، يبقى مدير ويبقى قائد، فهو كمان محتاج مجموعة من المهارات اللي بتؤهله انه يبقى مدير ناجح وقائد ناجح. خلونا بس نتفق ان الادارة والقيادة
مش حاجة صغيرة اللي هي ممكن نتكلم عليها في 5 6 دقايق، الموضوع ده كبير قوي. احنا بس هناخد منه الحاجة اللي تخصنا واللي تفيدنا في الوقت الحالي، الا اذا كنت انت بقى عايز تطور نفسك اكتر وتقرا فيها اكتر، ولكن هي هنمشيها ستيب باي ستيب، انا كسوبرفايزر وانا كسوبرفايزر تهمني حتة في القيادة، وهو ده اللي هنلعب عليه وهنشتغل. يعني على سبيل المثال انا كنهارده كراجل مشرف او كسوبرفايزر، الاداره بالنسبه لي هي اداره المكان اللي انا بشتغل فيه وتنظيمه او الاوتلت اللي انا مسؤول عنه، هي دي بالنسبه لي اول حاجه في الاداره انا هعملها، ادير المكان اللي انا شغال فيه. وعشان نكون عارفين ايه هي الاداره وايه هي القياده او الفرق بينهم، خلونا بس نبقى عارفين ان تعريفات الادارة كتير قوي وتعريفات القيادة كتير قوي، لكن احنا بس هنختصر الموضوع في كلمتين وبس. الادارة هي ادارة الاشياء، ان انا بدير الاشياء اللي حواليا في المكان دوت علشان خاطر احافظ عليه. القيادة هي ان انا بقود المجموعة اللي بتشتغل معايا اللي بيها هنقدر نوصل للنجاح. يبقى الادارة هي ادارة الاشياء والقيادة هي قيادة الافراد. هنا نقدر نحدد او هنا نقدر نفرق بين القياده والاداره من وجهه نظري، مش وجهه نظري انا بس، يعني دي حاجه بسيطه كده بنعرف بيها الفرق بين الاداره والقياده. طيب بالنسبه لي انا النهارده كمشرف او كراجل سوبرفايزر، الاداره بالنسبه لي ان انا بادير المكان اللي انا فيه الاوتلت بتاعي وبنظمه. هل في شويه او في بعض المعارف او المهارات اللي المفروض ابقى مكتسبها؟ اكيد طبعا في بعض المهارات اللي المفروض بتكتسبها، زائد ان كمان في بعض التولز او الادوات اللي بتستخدمها وبتساعدك انك تقدر تدير المكان بتاعك دوت على احسن وجه، هنتكلم فيها كمان بتفاصيل قدام. الاداره كمان مش اداره المكان بتاعي وبس، لا ده الاداره اداره ذاتي، اداره وقتي، ان انا زي ما بدير مكاني بدير نفسي وبدير وقتي عشان اقدر اشوف يومي من اول ما بصحى لحد ما بنام انا بعمل فيه ايه، ايه الهدف اللي انا حطيته اول ما صحيت من النوم على اعمله النهارده، وهل انا حققته على اخر اليوم ولا لا. وهنا هكون سوبرفايزر فعال، ان انا حطيت لنفسي هدف اخر اليوم حققته، غير ان انا صاحي كده مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، نزلت الاوبريشن لفيت عرقت اشتغلت روحت نمت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. اداره وقتي وازاي اقدر استفيد من كل دقيقه في وقتي، ازاي اقدر استفيد من كل دقيقه في يومي، ازاي ارتب اولوياتي، ايه الحاجات المهمه بالنسبه لي وايه الحاجات اللي مش مهمه وايه الحاجات الضروريه وايه الحاجات اللي مش ضروريه، عشان ما اتكعبلش في الحاجات دي طول اليوم. انا كراجل سوبرفايزر باخد 6000 اوردر في الدقيقه وبتكعبل طول اليوم في حاجات كتير، ايه الحاجات اللي تشغلني وايه الحاجات اللي هركنها على جنب وايه الحاجات اللي هاخرها لبكره وايه الحاجات اللي مش لازمه النهارده، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها السنه اللي جايه. لازم افلتر الكلام ده كله علشان ابقى فايق ورايق واعرف كده انا بعمل ايه. انا مش عايز اشتغل طول النهار ويجي عليا اخر اليوم كانك يا ابو زيد مغازين. لو جينا نشوف ايه هو الاتجاه الثالث، هنلاقي ان الاتجاه الثالث بعد الاداره هو القياده. زي ما قلنا ان الاداره هي اداره المكان بتاعي وتنظيمه واداره ذاتي واداره وقتي وتنظيم وقتي على مدار اليوم، بتيجي القياده. وزي ما قلنا ان القياده هي قياده الفريق التيم بتاعي اللي انا بشتغل معاهم. طيب هل انا كقائد للمجموعه دي المفروض برضو يبقى في بعض المعارف او المفروض يبقى في بعض المهارات اللي انا كمان بكتسبها؟ اه طبعا اكيد. القياده هي ممكن تبقى شيء رباني من عند ربنا. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن اتولد اصلا قائد. تعال بص كده على العيال اللي بيلعبوا في الشارع، تبص تلاقي عيل قد كده لامم حواليه شويه العيال اصحابه وهو اللي بيوجههم وهو اللي بيقول لهم هنروح وهنيجي وهنلعب وهنعمل وهنسوي. هو ده القائد. هو ربنا خلقه عنده الموهبه دي، عنده ملكه القياده. من هو صغير هو قائد. بس هل معنى كده ان دي حاجات انا مش ممكن اكتسبها؟ لا. ممكن اكتسبها، ممكن اتعلمها، وممكن اعلمها لنفسي. لو انا قدرت اكتسب المهارات دي وعرفتها واشتغلت عليها وطورتها، انا اقدر اكون قائد. ايه هي مجموعة المهارات دي اللي انا المفروض اكتسبها علشان اقدر اكون قائد فعال ومؤثر في المجموعة؟
هي دي الحاجات برضو اللي هنتكلم عليها على مدار الحلقات بتاعتنا اللي جاية، ان شاء الله هتكون في نفس الليستة اللي اتفقنا عليها. جينا نبص للاتجاه الرابع، هنلاقي ان الاتجاه الرابع هو الفريق. يبقى انا في الاتجاه الثالث كان اتجاه القيادة، وان انا هتعلم القيادة وبعد كده هنروح للفريق. بما ان انا قائد فانا ازاي هقدر اتعامل مع الفريق ده، اللي هي امتى وفين وازاي اقول لا، ازاي اقدر اطبق السيستم، ازاي اقدر اطبق القانون، وامتى وفين وازاي اتعامل بروح القانون، وكمان ازاي اتعامل مع سياسة الاسترضاء. سياسة الاسترضاء بقى والعيش والملح والعشرة، وعلشان خاطري وانا عايز بس النهاردة هأجز، لأصل انا معرفش عندي مشوار ايه، والعيش والملح بقى والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، اللي هو في الشغل ما بيأكلش عيش. نيجي بقى للاتجاه الخامس، وهو تعاملاتك مع رؤسائك. كده المواضيع كترت، كده بقى في حاجات انا بكتسبها مع نفسي وشغال عليها، وهوب إدارة وهوب قيادة وهوب فريق ودلوقتي رؤساء. طبعا ما هو الموضوع 6000 اوردر بالدقيقة، طبعا ما هو الموضوع 6000 اوردر في الدقيقة، الموضوع مش سهل قوي زي ما انت متخيل كده. ايه هي مجموعة المهارات اللي انا هكتسبها علشان اقدر اتعامل مع رؤسائي؟ لا طبعا في، واهم مهارة من المهارات دي هي انك ازاي تنجز التاسكات بتاعتك، او ازاي تنجز المهام بتاعتك باحترافية بفعالية وفي الوقت المحدد. طب هل انت هتقدر تعمل كل اللي هو بيطلب منك؟ اكيد لا، اكيد في بعض التاسكات اللي انت لازم ترفضها. بس ايه هي التاسكات اللي تترفض، وازاي التاسكات دي تترفض؟ دي حاجة هنتكلم فيها. طيب هل انت هتقدر تعمل الكلام ده كله لوحدك؟ لا طبعا، انت ما انتش سوبر طيار. المفروض ان انت كراجل اداري قائد، المفروض تستغل التيم بتاعك اللي انت بتقوده في انك تنفذ اوردرات رؤسائك اللي انت اخدتها منهم. اهم مهارة لازم نتعلمها هي التفويض، مهارة التفويض او الديليجيشن. ان انا مش هعمل كل حاجة لوحدي، التيم بتاعي ده لازم بيشتغل معايا اكيد. يعني انا كمان كقائد المفروض ابقى عارف امكانياتهم كويس، مين بيعمل ايه ازاي، علشان اقدر اشوف مين اللي ممكن اعتمد عليه في اللي التاسك اللي معايا. ولو جينا للاتجاه السادس هنلاقيه هو اتجاهات الادارات الاخرى. انا بتعامل مع ناس تانية، انا بتعامل مع ادارات تانية. اتعامل مع الادارات التانية دي ازاي؟ امتى اطلب منهم ايه؟ في حين ان انا لازم ابقى عارف ان زي ما انا عندي اتجاهاتي هما كمان عندهم اتجاهاتهم، زي ما انا عندي شغلي هما كمان عندهم شغلهم. فامتى وفين وازاي اطلب منهم الحاجة دي، لان انا شغلي مش هيمشي غير بيهم. اذا انا محتاج لهم، فلازم ادرس ازاي اقدر اتعامل مع الناس دي. الاتجاه السابع، وده الاتجاه التقيل والمهم. ايه هو الاتجاه السابع؟ هو اتجاه السوبرفايزر مع البوس. ايوه، ما احنا قلنا السوبرفايزر والرؤساء، البوس الكبير، البوس التقيل، مديرك ومدير مديرك ومدير صاحب الشغل، العميل، هو ده الراس الكبير. وعشان تتعامل مع الشبح ده انت لازم تكون مسلح صح، مش طبنجات ومسدسات وحاجات من دي. لا، هي مجموعة المهارات اللي لازم تكتسبها علشان تقدر تتعامل مع الشبح ده. شفت الاتجاهات اللي انت كسوبرفايزر المفروض بتتعامل فيها؟ لازم الاتجاهات دي كل اتجاه يتحط في الاطار بتاعه، لازم الاتجاهات دي تتنظم تترتب في دماغنا، لان لو سيبناها عايمة كده هي عاملة زي شبكة العنكبوت، هتخش كلها في بعضها وهتكتفنا ومش هنعرف نعمل اي حاجة على مدار يومنا وشهرنا وسنيننا وطول ما احنا عايشين.
إذا دورنا في البرنامج ده النهارده أو دورنا في البرنامج ده حاليا هو إن احنا نعمل عملية تنظيم لكل الاتجاهات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. هفكركم تاني إن احنا في لستة بكل المهارات دي عاملينها علشان تكون معاك، عشان تقدر تشتغل عليها مع نفسك ما تستناش حد. أنا عشت أو مت، غيري، أيا مكان، أنت النهاردة معاك مجموعة المهارات دي، اشتغل عليها مع نفسك. خلونا نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هتكون فيها لستة بكل المهارات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وطبعا المهارات دي احنا هنتكلم عنها كمان بالتفصيل على مدار الحلقات اللي جاية. بس كده، مع السلامة عليكم.